والتشرف بوجودكم جميعاً. أهلاً بكم دوماً. جميع وطأتم سهلا وأنرتم الدروب، حي الله بالجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي العربي الهاشمي الأمين. أهلاً بكم جميعاً في مقركم، مقر أخوكم هايل الخلايلة. خير ما نبدأ به احتفالنا ولقاءنا هذا اليوم هو آيات عطرة من الذكر الحكيم يتلوها علينا الشيخ أبو عزمي، فليتفضل مشكوراً. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. أصحاب السعادة، أصحاب العطوفة، السادة الشيوخ، السادة المخاتير، كبارنا أعماراً وأقداراً، الكل باسمه ولقبه، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة. لقد طلب مني المعذب صاحب البيت الأخ هايل الخلايلة أبو سمير أن أستميحكم عذراً بالوقوف لقراءة الفاتحة على أرواح شهداء فلسطين وشهداء غزة وعلى روح ابن عشيرة الخلائل المرحوم عقاب عبد رب الخلائل أبو سند، فلنقرأ الفاتحة جميعاً. صدق الله العظيم. وإلى جنات الخلود. أترك الكلمة الآن لضيق الوقت مع الأستاذ نزيه مجذوبة، فليتفضل مشكوراً. موجود؟ حي الله بالجميع.
أنرتم هذا المكان وأنرتم هذا الزمان ولحين صعود المتكلم. نرحب بكم أجمل ترحيب في بيت أخيكم ومحبكم الأخ أبو سمير. من هنا ستنطلق الأفراح، من هنا سنغادر نحو العبدلي لنعلن بداية مرحلة جديدة. فليتفضل الأستاذ نزيه. هو على رأس الأردن والأردنية وربع الكرامة وربع الحمية، وعلى رأس الأردن والأردنية ربع الكرامة وربع الحمية. هو سيدنا يا سيدنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. حضرات الإخوة، السعادة والعطوفة ومشايخنا الأفاضل والحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، أستبيحكم عذراً بأن أتقدم بكلمة موجزة عن حضرة الأخ الكبير الكريم هايل الخلايلة أبو سمير النائب المنتظر عن أبناء عشيرته الخاصة وعشيرته العامة في عوجان والأردن جميعاً. الذي عهدناه بطيب الأخلاق والصدق في الوعد والالتزام به، وإننا لنا الفخر في عوجان وفي الأردن جميعاً أن يمثلنا في البرلمان النيابي 20 تحت راية جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم وولي عهده الأمين الحسين ابن عبد الله الثاني. لنرجو الله تعالى أن يوفقه ويعينه على هذا العبء الكبير، وكلنا أمل من الأهل جميعا أن ينتخبوا ابنهم البار أبو سمير الصادق الأمين ويكون له عونا كما سيكون لهم عونا جميعا في هذا البلد الطيب المعطاء. السادة الحضور، إن الأخ الكبير أبو سمير هو ابن المنطقة ويعرف همومها ومطالبها وكل ما تحتاج إليه، وإننا جميعاً على أمل أن يكون على استعداد تام في تلبية هذه المطالب إن شاء الله قدر استطاعته. فهو منكم وإليكم إخواني الأعزاء، فإننا نقول أن هذا يصدق عليه القول أننا اخترنا الرجل المناسب في المكان المناسب. ونقول لك يا أبا سمير سر ونحن وراءك داعمين لك وشادين من أجرك، وأنت رجل تتم فيك صفات القيادة، فما
كما تشتمل عليها من صفات كثيرة، راجين من الله تعالى أن يوفقك لكل ما هو خير ومنفعة هذا الوطن العزيز تحت راية جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وولي عهده الأمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم نعم نقسم قسم فعل وقول والنعم. لقد تربينا على ما تربى عليه الحسين. نعيد. لقد تربينا على ما تربى عليه الحسين ووصفي وهزاع وحابس. تربينا أن الأردن يمرض ولكن لا يموت. تربينا أن الأردن وبالرغم من ضائقة اليد إلا أنه سيبقى الأولى والأوفى والأنقى والأتقى والأحلى، وبالمحبة هو الأجدى وبالتضحية هو الأعلى. حماك الله يا أردن العز والكرامة. الآن مع كلمة المحامي بلال عبد الرحيم الخلايلة، وأستميح جميع المتكلمين بقصر الكلمات حتى يتسنى لنا تعبئة البرنامج بأكبر قدر ممكن من الكلمات قبيل صلاة العشاء. فليتفضل المحامي بلال عبد الرحيم الخلايلة مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والتسليم على النبي الأمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأهل والعشيرة والأصدقاء الأوفياء والجيران، اليوم وفي افتتاح المقر الانتخابي للمرشح هايل الخلايلة أبو سمير، وهو الرجل الذي عرفناه وتعاملنا معه وهو من الأخيار ويستحق دعمكم وثقتكم، كيف لا وهو ابن المؤسسة العسكرية الباسلة. وعليه فإنني أحثكم على التصويت له والإجماع عليه ليكون ممثلا لنا في مجلس النواب القادم بإذن الله. وفي النهاية أود أن أشكر كل شخص متواجد هنا، وموعدنا إن شاء الله يوم الانتخابات يوم 10/9. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حدا أحسن من حدا إلا بالإنجاز. بمثل هذه الكلمات القليلة الحروف عظيمة المعنى غرد مولاي جلالة الملك على موقع التواصل الاجتماعي إكس تويتر سابقاً، معلناً أنه لا فرق بين أردني وآخر إلا بمقدار الإنجاز. نعم، الإنجاز هو الفيصل بين الأردنيين، وبالانتخابات النيابية القادمة سيكون المرشحون هم أمام خيار صعب. الآن مع كلمة السيد علي عبد الكريم الخلايلة أبو أسامة، فليتفضل مشكورا. حي الله، نورت يا مرحب. مرحب يا حي الله. طارت الحوكر هنتر عبق صداها ملجا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنني أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الحضور الكريم، ما شاء الله حضور كريم كثير. باسمي واسم كل من انتدبني من عائلة الحسينات لأتكلم باسمهم وباسم كل الشرفاء من أبناء هذا البلد الطيب، أدعوكم لاستعمال حقكم الدستوري والذهاب إلى صناديق الاقتراع في يوم الانتخاب، وانتخاب ممن تحبون. وبما إننا جميعاً في مقر المرشح هايل محمد الخلايلة، فيدل ذلك على أننا نحبه جميعاً، فلنذهب جميعاً لانتخابه ونؤكد أن له فرصة نجاح حقيقية. الرجل أعلن عن رغبته في الترشح منذ وقت طويل، وحث أهله ومحبيه وجيرانه ومعارفه وزار الأكثرية، ونحن ومن على هذا المنبر نؤكد وقوفنا ودعمنا ومؤازرتنا وأصواتنا وأصوات جميع شبابنا شباب الحسينات وأحبانا مع مرشح النجاح بإذن الله أبو سمير. ولثقتنا به وبأعماله وأخلاقه، كونوا على قدر المسؤولية وحثوا جيرانكم وأصدقائكم على انتخابه، وإننا على ثقة تامة إنه لن يتخلى عنكم في حال نجاحه ولن يخذلكم. وكيف لا وهو الفائز بثقتكم وأصواتكم. مرشحنا أديب ومحترم ومثقف وعالي الهمة ورفيق طفولة، فلنكن معه بكل صدق وقوة إلى قبة البرلمان إن شاء الله. يحيى الأردن عالياً عزيزاً مكرماً تحت الراية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن نبدأ الكلمة التالية، يرجوكم الأخ هايل من الواقفين التكرم بالجلوس إلى المقاعد. يرجوكم أخوكم أبو سمير التكرم بالجلوس إلى المقاعد حتى تزدان الاحتفال جمالاً. كانت أمي قوية عندما كنت ضعيفاً، وكانت تحثني: يما لا تلعب إلا مع هايل. وبعد أن كبرت أمي وضعفت وعلمت بحال هايل، كررت علي مقولتها: يما لا تنتخب إلا هايل. ما سرها يا ترى وحكمتها؟ وكيف يولد القائد شجاعاً ويكبر مع الزمن؟ وكيف كانت فراستها في الرجال؟ لك الله يا أمي. الآن مع كلمة المختار
أبو طارق الخلائل فليتفضل مشكورا. أبو طارق الحبيب حي الله أبو طارق، مرحب أبو طارق، مرحب يا حي الله يا حي الله، حي الله بالشيخ أبو طارق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على النبي العربي الهاشمي الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة الضيوف والمعازيب الكرام، أيها الجمع الطيب، أهلاً وسهلاً بكم. ها نحن نلتف خلف مرشحنا هايل محمد رشيد الخلالة أبو سمير. هذا الرجل وسم مسيرته الثقافية والعسكرية والاجتماعية والعشائرية من شتى الأصول والمنابت على أرض هذا الوطن. نقول له نعم ونشد على يديه ونؤازره، وأدعوكم جميعا التوجه يوم 10/9 10 أيلول إلى صناديق الاقتراع لنختار من يرشحنا في هذا المجلس 20، فهو خير من يمثلنا. فليكن رسولكم في مجلس النواب القادم هو هايل محمد رشيد الخلايلة، فليكن صوت الحق والحقيقة. ونحن بفضل الله تعالى أوفياء للوطن، مخلصين، متعاضدين، متكافلين، متضامنين بالصوت، فعلينا بعد التوفيق من الله تعالى. وأدعو الله وأتوجه له أن يجعل هذا الجمع مباركاً وهذا المهرجان مباركاً. وأقول لك يا أخ أبو سمير نعم وألف نعم، نحن معك ونحن خلفك يوم 10/9 بإذن الله تعالى، يوم الامتحان، يكرم المرء أو يهان، فلا نتردد. أدعوكم جميعاً مرة ثانية أن نكون مع أخونا أبو سمير، وخير من يمثلنا في المجلس 20 تحت قبة البرلمان. والله إننا نمر في مرحلة صعبة، المرحلة الاقتصادية. من سؤال يطرح نفسه، من النائب الذي نريد؟ مين بدنا النائب تبعنا؟ مين بدي يمثلنا؟ رجل اقتصادي سياسي ملم بالحياة، ملم بشعور وأهداف هذا الوطن النبيل تحت الراية الهاشمية. فجزاكم الله ألف خير، حمى الله الوطن وحمى قائده بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، حفظه الله ورعاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يفوتني الترحاب دوماً وأبداً بضيوف الزرقاء عامةً وضيوف بني حسن خاصةً. أرحب بسعادة الدكتور خالد البكار الأمين العام لحزب تقدم ترحيب خاص، وأيضاً أرحب بأعضاء كتلة تقدم والكوتا عن المقعد الشركسي والشيشاني والمقعد المسيحي وكوتا النساء، وجميعهم لهم كلمة فيما بعد، سيكون لهم ترحاب خاص فيما بعد. بيوم الثلاثاء 10/9 راح أخذ زوجتي وأولادي ونطلع رحلة بمثل هذه الكلمات البسيطة. نسمع عادة أشخاص يختصرون المجلس النيابي
بيوم الرحلة. تأكد تماماً إذا رحت رحلة في ذلك اليوم ستعض أصابعك لمدة 4 سنوات. لن أذهب رحلة وأترك المجلس، لن أذهب رحلة وأترك المجلس للمفترسين، لن أذهب رحلة وأترك صاحب القرار بيد غيري. سأختار أبو سمير. نعم سأختار أبو سمير. الآن مع كلمة المختار محمد ضيف الله السراحين أبو عصام فليتفضل مشكورا. حي الله، حي الله المختار. يعيش جلالة الملك المعظم يا، يعيش جلالة الملك المعظم يا، يعيش جلالة الملك المعظم يا، يعيش يعيش يعيش. حي الله المختار، يا حي الله نورك يا مرحبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الجمع الكريم الطيب، أوصيكم بتقوى الله عز وجل، وأوصيكم بطاعة الله ورسوله، وأوصيكم بالتماسك والتراحم والتآخي، وأوصيكم بالمحافظة على تراب هذا البلد الطيب الطهور الذي ننعم فيه بنعمة الأمن والأمان في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني أبو الحسين أطال الله في عمره. يعيش جلالة الملك المعظم يا، الحمد لله. يعيش جلالة الملك المعظم يا، يعيش جلالة الملك المعظم يا، عيش عيش عيش. الحمد لله الذي أنعم علينا في حرية التعبير في الخير لمليكنا الذي هو قدوتنا التي تربينا عليها ووطننا الذي نتفيأ في ظلاله ومواطننا الذي بدمه وروحه التي أرخصها لنا حتى ننعم بنعمة الأمن والأمان. أما بعد، باسمي وباسم أبناء عائلة السراحين بني حسن نتقدم بالمؤازرة والتأييد إلى أخونا هاي الرشيد محمد الخلايلة، ونتمنى له النجاح والتوفيق بإذن الله، ونتمنى من الجميع أن لا تبقى عوجان بدون نائب، وهذا عار علينا. والشكر الجزيل إلى جميع نوابنا السابقين الذين قدموا للوطن والمواطن قدر المستطاع، ولكن للمواطن حق التغيير حتى نعطي الفرصة للوجه الجديد الذي نعطيه ونحاسبه. فعلى النائب الجديد أن يكون له الكلمة الأهمية المسموعة مع الدولة على التركيز في فتح المشاريع وجذب المستثمرين وفتح الاستثمار بالبلد، والأولوية بأبناء البلد بالشركات التي تشغل الأيدي الأجنبية، وتوظيف أبناء الوطن بالدوائر الحكومية، والسكن لمن ليس له سكن، ومراعاة شؤون العائلات المستورة في إنصاف حقهم من قبل مختار العائلة والشؤون الاجتماعية وصندوق الزكاة. فكل التفكير من أجل حل مشكلة البطالة التي هي أساس كل شيء، حتى نتجنب المؤثرات جميعها التي خلقتها البطالة من العاطلين عن العمل. وحسب الإحصائيات والحوادث المتكررة كل يوم من جرائم القتل والسلب والنهب وتعاطي المخدرات والإتجار فيها، فهذا هو المحور الرئيسي الذي يهم كل مواطن أردني من أجل استقرار الوطن والمواطن في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني أبو الحسين وابن الحسين. والسلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. شكرا المختار. يعيش جلالة الملك المعظم. يعيش يعيش جلالة الملك المعظم. يعيش يعيش جلالة الملك المعظم. يعيش يعيش يعيش. من الزرقاء مدينة الجند والجيش العربي، الزرقاء التي اختارها جلالته ليطلق لآته الثلاث، لا لتوطين، لا للوطن البديل، والقدس خط أحمر. الزرقاء التي تدرب فيها الحسين ومن بعده أبو الحسين ومن بعده الحسين. الزرقاء التي ستدفع بنخبة النخبة نحو العبدلي. الآن مع كلمة الأخ محمد عبد الرزاق الشيخ علي، فليتفضل مشكورا. يا حي الله، يا مرحب، نورت، حي الله، يا حي الله. الله الله عليكم يا الأردنية، حي الله بالكوتا، الله الله حي الله بالكوتا، المقعد المسيحي، الله 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 كوتا النساء، الله يا الأردنية، حي الله بالأستاذ محمد عبد الرزاق. هلا بالنشامة، يا الأردنية تهون شمية نشمية، طيبة الأصل خوات الرجال. الله 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 الله، بعيون الأردن والمالك عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق فسوى، والصلاة والسلام على نبي الرحمة والهدى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن بسنته اهتدى. قال تعالى: وإذا عزمت فتوكل على الله. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنين. قال تعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين. صدق الله العظيم. أيها الحضور الكريم، إن الوطن للجميع وهو أكبر من الجميع، فاجعلوا صوتكم حراً وبناءً في عملية الاختيار، ومتمشياً مع شعار نعم للوحدة الوطنية، نعم لبرنامج وطني يدعو للعدالة والمساواة في الحقوق والواجبات. هذه الشعارات لا يتم تحقيقها إلا من خلال الشباب، سواء بالترشيح أو الانتخاب، لأنهم هم الأقدر على التغيير، وهم أصحاب الرؤية المستقبلية لبناء الأوطان والنهوض بها وإصلاح ما هو بحاجة إلى إصلاح. وليكن رأيكم صائب
واختياركم حسن من أجل بناء أردن الحشد والرباط. حكموا ضمائركم عند اختياركم لرجال أفعال لا لرجال شعارات وأقوال. أيها الحضور الكريم، إن النيابة مسؤولية والصوت أمانة، وضمير النائب يجب أن يكون حياً ويكرس لخدمة الوطن والمواطن، بعيداً عن القبلية والإقليمية، وأن يترفع عن المكاسب الشخصية والمصالح الذاتية. ومن هذا المنطلق فعلينا أن نحكم ضمائرنا في اختيار النائب الأقدر والأكفى والجريء في قول كلمة الحق والمدافع عن مصالح الوطن وقضايا الأمة. من خلال هذا الفهم وانسجاماً مع هذا الموقف الوطني، فأنتم عزوته والأوفياء وأحباؤه المخلصين، فحق أخيكم أبا سمير الأخ خاين الخلايلة أن تؤازروه وتقفوا بجانبه وتكونوا حصنه وداعميه، وأن يكرمه الله بصوتكم وخياركم يا أصحاب الضمائر الحية والوقوف بجانبه، لأنه أراد خوض هذه الانتخابات ليس حباً في الشهرة والجلوس تحت قبة البرلمان، بل هو من أجل خدمة أبناء دائرته وأبناء وطنه بشكل عام، لأن الكل منا يعرف أن الأردن العزيز على قلوبنا يمر بظروف صعبة نتيجة لتراكمات سابقة، فله حق علينا أن نعبر به لبر الأمان من خلال انتخاب من هو أهل لهذا التمثيل تحت قبة البرلمان للنهوض بوطننا العزيز على قلوب أبنائه الخيرين والوقوف في وجه الفساد والمفسدين. أيها الحضور الكريم، أنا لست من عشيرته، ولكنني عرفته من خلال مواقفه له، فوجدت فيه الطيب والمحبة والصدق، وإنه رجل مواقف ينأى بنفسه بعيداً عن العنصرية والقبلية البغيضة. تيمناً بقول حبيبنا ورسولنا وقدوتنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، دعوها إنها منتنة. ولهذه الخصال الطيبة آثرت على نفسي أن أكون إلى جانبه وأبناء عمومتي. لذلك أناشدكم جميعاً الوقوف إلى جانبه ومؤازرته والأخذ بيده، وأنتم تعلمون أن الانتخابات واجب وطني، والتخلي عن هذا الواجب بمثابة التخلي عن الحق في المشاركة بإدارة شؤون هذا الوطن. عرين أبا الحسين أطال الله في عمره، وسوف نبقى
جنده الأوفياء بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب أجمل ترحيب بالشيخ سليمان أبو خرمة ابن الشيخ محمد سلام أبو خرمة، أهلا وسهلا، حي الله حي الله. صاحب البشرة السمراء، صاحب البشرة السمراء، والله صوتكم أعلى من صوتي، صاحب البشرة السمراء والشعر الأبيض. طبعا مشايخنا بيكرموا في بعض قاعدين، مش طوشة مش طوشة كرم. صاحب البشرة السمراء والشعر الأبيض كبياض قلبه الناصع، لم يغلق هاتفه ولم يصد محتاج، لم يدر ظهره لمن حوله، متواضع بدون ذل، شامخ كشموخ 515 بني حسن، 515 بني حسن السيف البتار، بني حسن المدرسة التي تعلم ولا تتعلم من الآخر، بني حسن، بني حسن عز فخر، بني حسن عز فخر. من يعتقد أن هايل الخلايلة مرشح لبني حسن فقط فهو واهم. هايل الخلايلة مرشح لمحافظة الزرقاء كاملة بفسيفسائها وحجارها وشجرها وبشرها. الآن مع كلمة المحب هاي محمد الخلايلة أبو سمير، فليتفضل مشكورا. هيا الله أبو سمير، يا مرحب، هيا الله. يعيش جلالة الملك المعظم، يا يعيش جلالة الملك المعظم، يا يعيش جلالة الملك المعظم، يا يعيش يعيش يعيش. يعيش جلالة الملك المعظم، يا يعيش جلالة الملك المعظم، يا يعيش جلالة الملك المعظم، يا يعيش يعيش يعيش. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على دربه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أصحاب السعادة والعطوفة، السادة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجتمع في هذا اليوم الأغر نتفاءل بكم، وأنتم تقفون معي وتؤازرونني في حملة الانتخابية لنصل سوية إلى قبة البرلمان ونتمكن من حمل همومكم ومطالبكم، والمضي دائماً بهذا الوطن نحو الأفضل. وبهذا سأكون مرشح الوطن والمواطن لكافة أطياف هذا المجتمع، لأننا كلنا أردنيون نتساوى في الحقوق والواجبات، ونحمل هموم الوطن والمواطن، ونتشارك في حمل هموم أمتنا العربية والإسلامية. ونزولاً عند رغبة الغيورين من أبناء هذه المحافظة الشماء، فقد قررت خوض الانتخابات النيابية للمجلس النيابي القادم عن محافظة الزرقاء من خلال حزب تقدم
متوكلاً على الله، وإنني سأكون أميناً على مصالحكم، نأخذ منكم الرأي والمشورة ساعياً بإذن الله لتحقيق ما تصبون إليه من أجل مستقبلكم ومستقبل الوطن الغالي. وسنعمل على صيانة الوحدة الوطنية وترسيخ الديمقراطية والحريات العامة، والعمل على إيجاد اقتصاد وطني قوي وتشجيع الاستثمار للتخفيف من البطالة والفقر وتوفير فرص عمالة للشباب ومساندة الشعب العربي الفلسطيني في نيل حقوقه وإقامة دولته المستقلة القابلة للحياة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف. يعيش جلالة الملك المعظم يا يعيش جلالة الملك المعظم يا يعيش جلالة الملك المعظم يا عيش عيش عيش. الحضور الكرام، إننا نؤمن بإيجاد نظام إدارة عامة متطور وعصري من خلال تفعيل وتحفيز إمكانات الفرد والمجتمع المحلي وعبر شبكة علاقات إنتاجية مرسومة بدقة وفقاً للأسس العلمية بين أطراف التخطيط الإداري والتنفيذي على الأرض، ومن خلال نظام إداري مشترك مركزي في مستوى التخطيط ولا مركزي في التنفيذ. كما نؤمن بالمشاركة الفاعلة في الحياة السياسية بالمملكة من خلال بلورة برنامج عمل واقعي وطموح في آن معاً يرتكز على عدة محاور، من بينها النمو الاقتصادي المستدام الذي يتأتى من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي ينبغي أن يقوم على عنصري التوازن والتوازن معاً. إن حزب تقدم ينظر بعين التفاؤل لمستقبل زاهر للمملكة ينعم فيه أبناء الوطن بالأمن والاستقرار وبالرفاه في ظل القيادة الهاشمية، مستنداً في ذلك إلى مخرجات مسارات التحديث الثلاثة السياسي والاقتصادي والإداري التي طرحتها الرؤى الملكية. الحضور الكريم أعاهدكم أن أبقى على اتصال دائم معكم، وسأعمل على مساعدة كل من يقصدني ما استطعت، وأسأل الله أن يقدرني على ذلك في ظل الراية الهاشمية تحت قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المفدى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو سمير أبو سمير أبو سمير أبو سمير أبو سمير أبو سمير وعبد الله الثاني جوا عينينا. شكرا. بنحبك يا الأردن وبنحب الأردنية.
سري يا ابو سمير. شكرا للنائب القادم، شكرا لنائبنا القادم هايل الخلايلة. لمن لا يعرف هايل الخلايلة، يحمل البكالوريوس علوم عسكرية، دبلوم إدارة عليا من المعهد الإدارة العامة، رئيس لعدة جمعيات خيرية وتعاونية، ناشط اجتماعي ومصلح ذات البين، يخوض غمار هذه الانتخابات حاملاً معه هم وهموم الزرقاء وأهلها لنقلها تحت القبة، متمرس بالعمل العام، صاحب فكر نير وخير، له بعد نظر حكيم كريم متزن. نعم إنه أبو سمير. اسمحوا لي أن أرحب بالدكتور عادل الخلايلة فليتفضل مشكوراً. دكتور عادل المحبوب إذا موجود أهلاً وسهلاً، وإذا مش موجود برضو أهلاً وسهلاً. حيا الله بالدكتور، يا مرحباً. افتحوا مجال يا شباب، افتحوا مجال. حيا الله بدكتورنا، حيا الله، يا مرحباً. هلا بالدكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، أصحاب السعادة والعطوفة، الحضور الكريم، أسعد الله مساءكم بكل خير وبكل محبة، وأحييكم بتحية عربية إسلامية، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول سبحانه: وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. نسأل الله عز وجل أن نكون منهم. وفي البداية اسمحوا لي أن أتقدم إلى أهلنا في فلسطين الحبيبة بأجمل بعبارات الحب والمحبة والاحترام والتقدير، ولأهلنا في غزة الحبيبة الجريحة نسأل الله عز وجل أن ينصرهم على عدوهم. واليوم نجتمع في هذا المهرجان الكبير لكي نعلن وندوي صوتنا في يوم الثلاثاء الموافق 10 من الأيلول، وذلك من أجل أن نفرز نائباً حقيقياً يمثلنا، ويكون نائباً يمثل الهموم والمطالب التي نريد، ويسعى إلى محاربة الفساد، ويسعى إلى توظيف شبابنا، وإلى حل مشكلة البطالة، وإلى العمل على تأمين صحي كريم يضمن العيش الكريم لكل مواطن، ويسعى إلى دعم وتمكين للمرأة الأردنية، دعم وتمكين سياسي واقتصادي تلك المرأة التي تشكل نصف المجتمع الأردني، ويسعى إلى تغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية الضيقة. وأيضاً ذلك لا يتنافى مع نائب يخدم ويكون بين الوزارات ويسير بين فلكها ساعياً إلى تحقيق خدمتنا وما نصب إليه كمواطنين في هذه المدينة والتي تفتقر إلى الخدمات، وذلك تطبيقاً لحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم إلى الناس، ولن أمشي في حاجة أخي المسلم خير لي من أن أعتكف في مسجدي هذا، أي مسجد الحبيب المسجد النبوي، أن أعتكف شهراً كاملاً. وأخيراً فإنني أقول إلى المرشح هايل الخلايلة أبو سمير، هذا المرشح الخلوق المؤدب والذي عهدناه دائماً في مساعي الخير والإصلاح بين الناس، إنه رجل بمعنى الكلمة، وما عرفنا عنه إلا الخير، والذي يحمل الهموم. فأسأل الله عز وجل له التوفيق والنجاح. وختاماً شاكراً لكم
حسن الاستماع، كما ويقول سبحانه: وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله. وشكرا لكم. شكرا دكتور. إن جلالة الملك، إن جلالة الملك والنظام بالنسبة لنا خطوط حمراء لونها من لون دم شهدائنا الأبطال الذين رووا بدمائهم الزكية ثرى القدس والأطرون باب الواد والكرامة والسلط والمفرق. الآن مع كلمة السيد جعفر الرباعي، فليتفضل مشكورا. جعفر، يا جعفر. شباب اللي على الممر افتحوا الطريق يا شباب. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. عشيرة الخلايلة، أهلي وعزوتي، عشيرة الخلايلة أهلي وعزوتي، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا الأمي الهاشمي الأمين رسولنا عزل الله بأن جعلنا فينا ذرية الهاشمية ملكا وقائدا، ينهج الهاشميون إلى أرق وأرفع هذا الوطن الذي نجتمع فيه اليوم على محبة، ونجسد ما أقر الدستور وجعل استحقاق لكل أردني بأنه هو مصدر السلطة واختيار لمن يمثلنا تحت قبة المجلس النواب، وهو أمانة في عناقنا، فكل ما يريده المواطن البسيط هو أن يصل صوته بأرق المجلس ليصل لكل مسؤول للمجلس ليصل لكل مسؤول، وليس هذا وحسب، بل تنقض مطالب المشروعة والتي هي حق من حقوق اللي نص عليها الدستور. ومن هنا ومن مكاني هذا، ولست مزكيا على الله، فلا أجد من يمثلنا. فلا أجد من يمثلنا ويمثل شخصا أكثر كفاءة من الأخ أبو سمير، الأخ هايل الخلايلة، أخ الجميع ووالد الصغير قبل الكثير، قبل الكبير، والذي نعرفه حق المعرفة. صوتكم أمانة تحاسب عليها، فلنكن لمن يحمل هذه الأمانة. حفظ الأردن وقائد الأردن جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا دكتور. المحامية والحقوقية التي اختارت العدالة طريقا لها، انضمت لقائمة التقدم
لتقدم كل ما لديها من خبرة وحنكة ودراية، ولا عجب في ذلك، فهي شيخة ابنة شيخ، ابنة الشيخ محمد سلام أبو خرمة، مرشحة كوتا النساء أو كوتا المرأة الفاضلة المحامية مي أبو خرمة، فلتفضل مشكورة. حي الله، حي الله بالشيوخ. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الحفل الكريم، أيها الحضور الكرام، أصحاب السعادة والمعالي والعطوفة، يسعدني ويشرفني بتواجدي في مهرجان الانتخابي لأخونا الأستاذ هايل الخلايلة في كتلة تقدم، وأخص بالذكر في الترحيب لرئيس حزب تقدم الأمين العام الدكتور خالد البكار، كما أرحب بكبار وشيوخ وجهاء العشائر، كما أرحب بعشيرة الخلايلة اللي بتنتمي لقبيلة بني حسن اللي معروفين بإرثهم العظيم وتاريخهم وأصالتهم. جاء قرار ترشيحنا نظراً للتحديث السياسي اللي أكد فيها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظ الله ورعاه، وذلك بوجود الأحزاب السياسية تحت قبة البرلمان. برنامجنا الانتخابي بتماشى مع رؤية حزب تقدم اللي على صعيد الوطني وعلى صعيد محافظة الزرقاء، محافظة الجند والعسكر، اللي بتنتمي وبتعالج جميع المجالات اللي بتتعلق في الصحة والتعليم والاستثمار ومعالجة الفقر. لكل هذا وذاك لي عظيم الشرف بتواجدي ما بينكم، بدعوكم في نهاية الحديث إنكم تكونوا موجودين في توجهكم في صناديق الاقتراع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أخوان وين أنتم؟ وين؟ فيش حدا ولا حدا متبع. أخوان الرجاء الاستماع، الرجاء يا أخوان. حي الله بالجميع. بني حسن تجمع ولا تفرق، بني حسن القلب الأبيض، عوجان مكان الانطلاق لكم. أهلا وسهلا بالجميع، صغيرا وكبيرا، إن لم يتسعكم المكان تتسعكم القلوب. أحبائي، إن آلية الانتخاب غاية في السهولة. كتيب لونه أخضر كلون قلوبكم الخضراء، والمطلوب التأشير على قائمة التقدم، وتحديداً التأشير على مربع هايل الخلايلة زائد الكوتا، حيث أن الكوتا لا تؤثر على المرشح هايل الخلايلة. كلمة للأخ الشيخ سليمان أبو خرمة، فليتفضل مشكوراً. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا معزب الكريم أبو سمير، التفت علي، جاي وين المعزب؟ الله يمسيكم بالخير يا عرب. أول شيء أنا أحب أشكر قبيلة المدرسة، قبيلة بني حسن اللي يربطنا بينهم إرث قديم، وأنا بنخى بني حسن أهلنا، ما هو جيران ولا هم جسور تنبني تتعدى عليهم، أهلنا أهل بني حسن، أهل المدرسة، ليكم نخوة وليكم الشكر. وأنا بتمنى يعني عاجز عن شكركم للحضور الطيب. وابو سمير يستاهل كل خير، ابو سمير رجل غانم يستاهل كل خير. وبطلب الفزعه، الفزعه يا بني حسن، الفزعه، بطلب الفزعه. وانت هالنخوه، انت هالنخوه،
أرجال أرجال تتعلم منكم النخوة يا بني حسن، أنتوا أهلها، بطلب الفزعة منكم. وشكرا للمعزب الكريم، وربنا يديم علينا نعمة الأمن والأمان اللي خلانا نتكلم في هذا المهرجان الطيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صح لسانك يا شيخ، شكرا للشيخ وصح لسانك. في أرجو من الجميع، أرجو من الأخوان الذين سينتخبوني، أرجو منكم الرجاء الحار انتخاب الكوتات الثلاثة عن المقعد المسيحي وعن المقعد الشيشاني وعن المقعد النسائي، أرجو منكم رجاء حارا، ومن أحبني فلينتخب الكوتات الثلاث، وشكرا جزيلا. شكرا لنائبنا القادم أبو سمير، أبدعت وأوجزت. أحبائي، إن العنصر المسيحي في الأردن ليس غريبا عنا، إن التسامح الديني هو عنوان المرحلة. لقد تقاسمنا معهم رغيف الخبز ودلو الماء ونسمة الهواء، تشرق الشمس في وجوهنا لا تفرق بين مسلم ومسيحي، فكلاهما في الهم سواء، وكلاهما يرفع عالم الأردن عاليا. خلقنا لنجمع لا نفرق. اسمحوا لي أن أرحب بالسيد ميلاد عواد عن المقعد المسيحي. فاتني الترحيب القلبي للشيخ توفيق الخلايلة، فتحية من القلب إلى القلب. حيا الله بالشيخ، وأهلا وسهلا بالسيد ميلاد عواد صاحب القضية، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم أهلنا الخلايلي، بتشرف فيكم. في البداية بالصوت العالي أنا وياكم، كيف الهمة؟ كيف الهمة؟ بدنا أبو سمير على البرلمان. إخواني، أنا أتشرف أن أكون بينكم وأتحدث معكم، ليس بصفتي مسيحي، أنا ولدت بالفطرة مسيحي، تسلم، لكن أتحدث معكم من القلب إلى القلب. نحن أردنيون ونحمل الرقم الوطني، ونعتز بهذا الأردن الجامع لكل أطيافه من الشرق والغرب والشمال والجنوب. لا فرق بين أردني وأردني إلا بالعمل وبالإخلاص، وهذا هو شعار سيدنا جلالة الملك عبد الله. يعيش جلالة الملك المعظم، يا يعيش، يعيش جلالة الملك المعظم، يا يعيش جلالة الملك المعظم، يا في جعبتي الكثير لما أتحدث إليه معكم، ولكنني لن أطيل لأنه جلسي صارت طويلة شوي من المتحدثين الأجلاء الذين أحترمهم، لكن أنا بطالب فيكم بالفزعة للكوتات ولأخونا أبو سمير، كون الكوتات المسيحي كميلاد عواد، وأختنا الفاضلة المحامية مي أبو خرمة، والمقعد الشيشاني محمد منير أرسلان، لا يؤثرون في القائمة على أخونا أبو سمير. وكما أطلب منكم الفزعة لحزب تقدم الذين ننتمي إليه جميعا في هذه القائمة، فوجود شخصيات برلمانية قوية من خلال الحزب تعطي نفس قوي لكم جميعا في مدينة الزرقاء وبالأردن. الانتخابات النيابية القادمة تحتاج إلى اقتصاديين وسياسيين وأصحاب رأي وكفاءة وطنية نعتز بها.
ما نتمناه وما كان هو عليه شعار سيد البلاد جلالة الملك عبد الله أن يكون في البرلمان القادم أحزاب سياسية تمثل هذا النسيج من الأردنيين ليكونوا كفاءات مميزة لاتخاذ أي قرار مناسب ولتحمل المسؤولية بدنا نطلع من الاقتصاد الشخصي والبطولات الفردية في البرلمان بدنا نوصل لبرلمان حزبي سياسي يتحمل كل نتائج القرارات السياسية ما بدي أطيل عليكم بجعبتنا الكثير لكن ما أراه أمامي من هالوجوه الطيبة التي أتحدث معها وكل ثقة بالفزعة فزعة للكوتات ولأخونا أبو سمير كيف الهمة؟ الهمة عالية يا إخوان بدنا الصوت العالي لأبو سمير كيف الهمة؟ عالية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم جميعا. شكرا للأخ الحبيب ميلاد عواد عن المقعد المسيحي. من هنا والله صوتي راح. من هنا من عوجان المحبة والعزة من عوجان النشامة ستنطلق الحشود ستنطلق الأفراح نحو العبدلي. معلنة فوز المرشح القادم بإذن الله هايل الخلائل أبو سمير. من هنا سنعلنها بداية مرحلة جديدة للنيابة. كلمة الأخ أحمد خطار أبو هيثم المعزب فليتفضل مشكورا. السلام على الرجال، السلام على أخواتنا وأخواتنا وأمهاتنا بناتنا جميعا إخواني جميعا. بالنسبة للموسم الانتخابي ما هي إلا ديمقراطية أرادها جلالة الملك حفظه الله ورعاه، وأما بالنسبة للنيابة فهي العمود الأول في الدولة والحكم، فالكل منا يجب أن يعلم علم اليقين وعلم بأنه عمود الدولة الأساسي، فلذلك إذا تركنا الانتخابات وتركنا العمود الأول سيكون لنا خسارة، فنرجو من الجميع بإذن الله أن لا يترك حقه الانتخابي ويذهب إلى الصناديق في 10/9 ويصوت للرجل الأمين الصادق. حكينا أكثر من مجال وأكثر من مجلسة بأنه لازم الكل يعلم بأن النيابة هي العمود الأول في الدولة والحكم، ونرجو وطالبنا الكثير بأن تدرس في أقل شيء في المرحلة الثانوية والجامعية من أجل المشاركة الشباب في الأحزاب. كل الاحترام للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً للجار الحبيب أحمد خطار أبو هيثم. ختامها مسك والمسك ختام والمحبة دوماً على الدوام. نرحب بالشيخ شيخ الجميع الشيخ توفيق الخلائل أبو عبد الله فليتفضل مشكوراً. للشيخ توفيق الذي اضطر للخروج وسيبقى في قلوبنا على الدوام. الشيخ توفيق له المحبة والاحترام مني ومن أبو سمير ومن الجميع. نقف على مسافة واحدة من المحبة والإخاء والاحترام والتقدير لكم جميعا. سيبقى أبو سمير قلبه وهاتفه وبيته مفتوح للجميع قبل وبعد الانتخابات، فالانتخابات يوم والمحبة دوم. لن يكون أبو سمير إلا كما عهدتموه أخاً للجميع، محب صادق يعمل ليلاً ونهاراً لخدمة أهله في محافظة الزرقاء، نذر نفسه للعمل العام. شباب بني حسن الأكابر الأشاوس الغر الميامين التكرم بالجلوس على المقاعد. بكم نفاخر الأردن. شباب بني حسن 515 المدرسة بني حسن العز والفخر.
حط شماغك على الكتاف.